هاد الفيديو هذا حتى هو بحال البلايند ديت سماوه ذا فيرست ديت شو مروكن فيرجن، نديرو عليه حتى هو رياكشن بحال اللي درنا رياكشن على الفيديو اللي فات. الدراري ديال تويتش قولوا السلام للدراري ديال يوتيوب، الدراري ديال يوتيوب قولوا السلام للدراري ديال الشات في تويتش ونبداو. اين شهر انت؟ واحد واحد والله حتى اي واحد الدراري كيقول لك مزود في واحد واحد عارفو ما متورخش وداروا له الحاله مدنيه حتى دار شي 12 عام عاد تورخوه ولا والله واحد واحد غير الناس الكبار اللي ما عارفينش واش تزادوا قبل ما يتورخوا كانوا كيكتبوا لهم واحد لواحد، اولا الناس يكونوا في سوريا كيهاجروا لالمان وكيقول لهم راه تلفنا الباسبور ما عندنا حتى شي حاجه، كيبداو كيعطيوهم جنسيه المانيه وكيكتبوا لهم واحد لواحد في الشهر. مبلاش علاش اين برج الجدي؟ قلت لك مبلاش انا برج الميزان كنضرب ونقيس، علاه قلت لك انا مراه وكمراه كمش كش الميزان معضره فيه 55 كيلو. هذا الفيرست ديت وهذه الفيرسون المغربيه ديالو وهادو جوج ديال الناس ما كيعرفوش بعض. دراري انا عارف راسي فيا داك الكريتيك وفيا داك النقد الغير البناء، وكتكونوا كتلاحظوها عندي في ستريم ولا كتلاحظوها عندي في الفيديوهات ديالي في يوتيوب، وبزاف ديال الدراري كيتشكاو كيقول لك علاش انت فيك هذا النقد الغير البناء، علاش كتنتقد اي حاجه، واش انت زعما بوحدك اللي كاين، انت بوحدك اللي ماشي كرينج. دونك من الاحسن نبقى ساكت حيت الا هضرت دابا غتهضروا نتوما من بعد ونولي انا اللي ما مزيانش. غادي نفوت هادشي ونعطيهم فرصه اخرى. اوكي كل راوند من الفيرست ديت غادي خصهم يناقشوا مواضيع عندها علاقه بالريليشن شيب. هذا مول الصوت ملقم بحديد دان. وحيتاش هادي ليبيزود الاولى كان ضروري يطراو شي بلانات، هاد البلانات خلاونا نمسحوا بزاف ديال الفقرات اللي ديجا صورناهم، ولكن في الحلقه الجايين غادي نشوفوا حتى هاد الفقرات. ها الدراري الدراري المود زوين، كلشي زوين، رياكشن خصها تكون زوينه. المره اللي فاتت كرينجيت بزاف في الاول وبنادم قال لي راه ما قدرتش يكمل حيت انا خليت شي يبان كرينجي في الاول، انبان زوين هذا كلشي بخير. The first date show هو احسن شو في العالم العربي. اوكي ليتس جو الدراري، ليتس جو اونلي جود فايبس. شكرا ديان تشيرز. سلام. هاي صافا الحمد لله. هاد الميكروفونات هادو ادخلتهم انا، دخلهم المغرب كامل، انسبيراسيون جينيراسيون، الاوتفيت تا هو دخلهم، ريد لاين شراهم، هادو شراهم، يا ربي السلام. وانت بخير؟ اللهم لك الحمد انت بدا مزيان كلشي. هذا وعارف انا بدا شو سميتك انت، سميتي مالك؟ وانت دري شنو غيكون سميتو هاد السطا هذا؟ شنو غيكون سميتو نورمال؟ شنو غيكون سميتو؟ كون سميتو شي يوسف ولا زكريا، حمزة شي حمزة. انا عمر. عمر. اوكي عمري 27 عام. تبارك الله كبير تبارك الله. ما بينش الصوت ديالي ياك؟ لا نهائيا، حتى شكلا ثقي بيا. ما سمعتكش شنو قلتي؟ حتى الشكل ديالي ما كتبانش فيه 27 عام. انتي باينه من صوتك كتبان عليك صاله من عمرك. مازال ما قالش واش عمرها، ولكن اوكي جود فايبس اونلي جود فايبس. بلا ما نبقى ننتقد خلينا نسمع. لا ماشي هكاك، غير خفت صوتي شويه وصافي. لا ويسكي عجبني هادشي الصويت هذا. هذا هو الطبيعي. شنو كندير في حياتي؟ كندير داكشي ديال الميك اب ارتست. واش غير اللي ما لقاتش ما يدير في حياتها كتولي ميك اب ارتست؟ دري واش لاحظتوا ولا ما لاحظتوهاش؟ شكون اللي عقل على لاكارت ناسيونال فاش كانوا كيكتبوا فيها المهنه؟ اللي مهندس دوله راه مهندس دوله، اللي بيطاري راه بيطاري، اللي طبيب. وكانوا العيالات اللي ما خداماتش كيكتبوا لهم بدون. دابا حيدات بدون ولات ميك اب ارتست. اللي بدون راه كتعرف دير الميك اب. ياه؟ اللي قالت لك ميك اب ارتست عرف دير ما بدون. صافي وداكشي ديال لي سوشيال ميديا وباقي شي حاجه من هنا لقدام ان شاء الله الا كتبت. اش غديري لينا الضره؟ الاي لاينر هو الاخر تلقاه ما كديروش مقاد، راه قالت كضرب وتزقل الميزان ياك. الله تبارك الله. دابا مين نحتاجوك دابا شي لعيبه ديال ميك اب ارتست تجيك؟ زعما الا كانت اختهم مجوجه شي حاجه. ويه مرحبا اي حاجه. مرحبا. المهم لقينا وحده اللي تخدم معانا. بدون نقد غير بناء، ولكن غنهضر على الدراري فما كيحكوا لي ما عندكم ما دير.
برو ستريمر فمك يحكوها كتبغيوني نتوما هكا انا كنبغي انا هكا داير. الدراري اللي كيتفرجوا فيا في يوتيوب اول مره غنطلع ليهم يتكون فيه هاد النوع ديال البنات الدراري غالبا كان كيقرا معاك في السانكيام ولا في السيزيام كيكونوا جوج كيتتابعوا وحده مصبغه شعرها بالاحمر ولا اخرى مزعره شعرها كيجلسوا اللور الطاوله ما قبل الاخيره في الجنب وكيكونوا كيهضروا مع البروف ديال السبور كيكون كينق عليهم وما كيهضروا معاه وكيدخلوا معطلات كيخرجوا هما الاخرين من القيص وكيسخروا البنات اللي كيكونوا جالسين في الطاوله الاولى كيسخروهم يجيبوا لهم بيمو في السراحة كتكون فيهم لا صافي بلاش فاش كتنوض للصبورة فاش كتنوض البروف للصبورة كدير السروال بحالك وانت شنو كدير؟ كندير بزاف ديال اللعيبات حالاش مثلا كنمثل اكتور ودابا كندير الاخراج اخراج الافلام كيدير الاخراج جوناثان نولان وكن دراري only good vibes only please only good vibes لا للنقد غير منا سي بون شنو الافلام اللي ديجا انت خدمتي فيهم في الميكاب ارتست ولا مازال ما دوزتي لا ستاج لا والو واش ضروري ميكاب ارتست غدوي غتخدم في فيلم وات ذا فاك صح سوس ديريش في السنيده قلتها لك ما دايرين السنيده يمكن باقي ما محلكش لا لا هو ما فيه ثاني دابا ولكن هذا حسن صراحه ما ترجعش فيه ياك لا دابا انا عطيتك تشوفيه ماشي تصربي تخيلوا الدراري واحد عمى واحد عمى الدراري ما كيشوفش عمى وسمع هاد اللقطه هادي ما ترجعش فيه ياك لا دابا انا عطيتك تشوفيه ماشي تصربي وات ذا فوك من العكاز ديالي نخرج بحالي ولكن انت اللي دابا بغيت نسولك شنو المشاريع اللي باغي نديري في ميكاب ارتست مازال من الخدام من هالقدام صراحة باقا كنفكر باقا مخربقة شوية شنو نقول لك يعني باقا راسي ما حددتش شي حاجة بالضبط يعني راسي دري شنو هو التايب ديال هاد البنات هاد النوع ديال البنات شنو هو التايب ديالهم دابا هاد البنات هادي شنو هو الدراري اللي فايتها مصاحبة معاهم مريول لابس سيرفيت كوبرا سنسلة ولا كيلبس التونيات ديال الكورة واللعيبات 96 هادو هو التيب ديال هاد البنات صعيب يخرجوا من هاد ستيريو تايب هو ستيريو تايب ولكن صعيب تخرج منه هاد الحلم عندي من صغري كما كنقولوا مزيان وغلب عليا فاش بديت كنكبر بديت كنتعلم داكشي ديال الميكاب ارتست بديت يعني كنبغي ديك الحاجه وبغيت نديرها يعني جوج الحوايج انا ما عرفتش باش نبدا وباش نسالي وباش فهمتي هو راه باش تعرفي التمثيل ما يصلحش لك من غير الهضره اللي كتهضري دابا انت علاش حيت الانسان اللي كيكون كيشك في انه يدير ولا ما يديرش ما كيصلحش ليه تمشي فيه كيبغي شي واحد كيبغيه بصح لا شي وحده قالت لك باغا تدخل التمثيل كل لا دخلي للتمثيل وحنا اصلا علاش كنهضروا في التمثيل ديال امو فهاد الفيرست ديت وكاين علاش تدوي مع بنت في التمثيل وتقول لها ادخل معاها في النفسيه ديالها واش تبغي ولا ما تبغي صافي قالت لك باغا تدخل التمثيل قول لي عاودي لي على اخر غولاسيون ديالك ايوا واخا ولكن تخربقوا عليا يعني تخربق لي الحاجه اللي كتعجبني محل مع الحلم ديالي من صغري واه ولكن حسيت بك ستريسي شي داو صراحه حيت انا فاقري ستريسي دير فايراش جيت هاد المشكل هذا بلان ولكن راه التمثيل كيبغي ام صوري الدراري جود فايبس اونلي جود فايبس ام صوري ام صوري ام صوري غنسمعوا شويه نعطيهم ودنينا الدراري الله يرحم والدي واحد الجرأة كيبغي واحد كاريزما باش لا هي الجرأة كاينه والكاريزما كاينه ولكن كل حاجه بقيتها زوين مزيان انت كاينه لا انا كاينه صافي مين شي كاينه تقدر تكوني حتى مزيانه حتى تمشي فلوس ماني صراحه حتى في الخدمه ما واش فيتش زعما خدمتي مع شي واحد بلا فلوس كيعيط لك انك تخدمي معاه بلا فلوس عادي قال بنات كيخدموا بالفلوس باسم الحب بالنسبه لك عادي الا كانوا دي زامي ولا شي حاجه بحال هكا عادي سي باغا يعني انا ما كنخدمش على ود الفلوس كنخدم باش نشوف راسي واش غنعطي ولا ما غنعطيش الوغ كتحسي براسك انك باش كتستاجي وفي نفس الوقت كديري زوين ياك ايه في نفس الوقت دابا اوكي دابا اللي ما بغاش يفهم هو غادي نشرحوا ليه في بلاصتها ونشرحوا لكم حتى نتوما ميك اب ارتست شنو هي ميك اب ارتست الدراري شنو هي ميك اب ارتست هي بنت بحال كاع البنات في واحد المرحله من عمرهم 16 17 18 العام الا كانت امها ما مزيراش عليها وكذا ومخليها دير الميك اب وداك كتبدا دير الميك اب ملي كتبدا دير الميك اب كتعلم دير الميك اب بحال نتايا دري تعلمتي تحسن تراسي لحيتك كون كانت عندها سميه وكانت مثلا تعرف تراسي لحيتك وتقاد شويه الموستاش وتقاد زيرو وكنت سميتها باربر راه حنا كنا باربرز البنات
كيديروا الميك اب، يعني بزز منهم كيوليو يعرفوا يديروا الميك اب حيت كيديروا راسهم، كيعطيو اسميه هما، كيعطيو اسميه كيسميوه ميك اب ارتست، كيزيدوا لها ميك اب ارتست. هي راه كدير الماكياج في الدار كتسمى ميك اب ارتست، كتمشي للانستغرام ما عندها ما يدير بدون، كتحل باج كتبدا دير الميك اب لراسها، كتشري ديك الرينغ لايت ديال تيك توك ومرايه، كتبدا دير الميك اب وتصور، دير الميك اب وتصور، كتكتب ميك اب ارتست، ومره كتزيد الليموني، مره فراشه، مره هادي شويه، كتبدا خدامه في كتمشي لشي قهوه دايره هالوين، دراري ديال 18 19 عام درات لي ستيف هالوين، كتمشي كتريح لقدام كتقول لهم اللي بغى يدير ميك اب، كدير لهم فراشات هذا نتسقل ليه العيبات. انا شوف خونا اش كيدير ديالك كل واحد وكيفاش داير، كاين اللي فهمتي ماشي كلشي كيجيب الفلوس، لا جينا نشوفوا واحد الناحيه. انا لا، انا كنخدم بالفلوس حيت داكشي اللي كندير انا عارفه زوين. واخا واخا قلت بلا فلوس، قلت بلا فلوس، دونك راه وصلت له بلي راه ما كايناش الخدمه، فهمتي ما كايناش الخدمه، ماشي كلشي كيجيب الفلوس، لا جينا نشوفوا واحد الناحيه. واحد ما كاينش اللي يعطيك الفلوس، ما كاينش هذيك الخدمه ديالك، كلشي كيعرف يديرها، كلشي ميك اب ارتست، فهمتي؟ تخيلوا الدراري الا ولينا كاملين حلاقه، ما تيش بقى الحلاقه فيها الفلوس، الا ولا كلشي بايديتر غيولي فهمتي ستار صور، غيولي كيشبه بزاف ديال الناس، الحاجه على القيمه ديالها في الندره ديالها. انا اللي هضرت مع ميك اب ارتست راه البنات كتكون غير مريحه في شي بارتي، كدور عندك اللي حداها كتقول لها صايب لي اي لاينر، كتقول لها اعطيني وجهك، الاخر كدير كتصايب لها الاخر اي لاينر، كتشكي طلع كتطلعوا ناضي ميك اب ارتست. كاين اللي كيكون فرحان وبوالو فهمتي بشي حاجه قليله باللي قسم الله كما كيقولوا، وكاين اللي كيكون فرحان كان نشرح لك، كاين اللي كيكون فرحان وهو عنده الفلوس ما عندوش الفلوس، وكاين اللي ما كيكونش فرحان وهو عنده الفلوس. اش قلت؟ هاد الهضره اللي قلت ديرها بين مزدوجتين وديرها في شي كابشن في انستغرام، لا تنسمعوا والله تنحلوها بالله. ماشي بشي حاجه مش انا وياك فهاد، ماشي بالضروره، كاين اللي كيكون فرحان وبوالو فهمتي بشي حاجه قليله باللي قسم الله كما كيقولوا، وكاين اللي كيكون فرحان كان نشرح لك، كاين اللي كيكون فرحان وهو عنده الفلوس ما عندوش الفلوس، وكاين اللي ما كيكونش فرحان وهو عنده الفلوس. ودابا انتيا نهار تبغي تجوجي غتبغي تجوجي بواحد عنده الفلوس ولا عنده واحد ما عندوش الفلوس؟ ماشي نقولك نبدا انا وياه من الزيرو، ولكن يكون في المستوى ديالي، يعني ما يكونش طايح اكثر مني، حيت ما نقدرش نعيش في شي حاجه انا ما كنتش عندها الحق في هذه القضيه، عندها الحق في هذه القضيه سيغتو في الزواج. دراري ديما الانسان اللي غادي تصاحب معاه كنتي كبنت اولا انت الانسان اللي غادي تصاحب معاه كدري، ديما حاولوا تكونوا متقاربين في النيفو. وعلى باش كنقول لكم النيفو ماشي غير الفلوس، كاع لي نيفو، نيفو انتيليكتويل، في النيفو الاجتماعي، في النيفو المادي، في النيفو الدراسي، في جميع لي نيفو حاول تلقى بنت ولا حاول تلقى دري اللي تقريبا بحال باش تفهموا. ماشي واحد مهندس كياخذ وحده في الجبل ما قاريه حتى شي، ما عارفه من اللي في من الزروات، اييه راه هو كيسحابها باللي راه كيكونوا دوك ولكن ما غاديش تفهموا اصاحبي، ما غاديش تفهموا، ما غاديش تكون بيناتكم شي حياه لي زوينه، غتبقى ديما انت كتدخل كتبغي تهضر معايا في شي مواضيع مثلا عندهم علاقه بالخدمه ديالك اولا بالباشن ديالك اولا بداكشي اللي نتايا كتقلب فيه، وهذا ما غاديش تفهمك. اولا العكس، كاين مرا كتاخذ راجل ما هي وياه ماشي بحال، ديما خذ وحده اللي انت وياها كتفاهموا في بزاف الحوايج، اولا عندكم شي حوايج اون كوم فهمتي، عندكم نقاط مشتركه. وبالنسبه للفلوس وبالنسبه للماده، ديما خذ واحد البنت اللي تعيش بحال اولا احسن من النيفو اللي عايشه فيه هي في دار باها، حيت ما يمكنش هي وحده عايشه مع باها بخير مزيان وتجي نتايا وتهبط على داك النيفو، علاش بغاتك؟ ما عندها ما دير بك، عندها الحق في هذه القضيه هذه. والدراري وسط الضحك راه كاينه عبر، مره نعطيكم العبر. عايشه فيها ما غنتقبلهاش. اذا وصلتي يعني الفكره ديالي. لا ماشي هكاك، ماشي بالضروري كلها باس عليا. لا غير يكون في المستوى ديالي، يعني ما يكونش طايح اكثر مني، ما نقدرش نعيش معاه حيت انا عمري جربت. معلم بصح يا عمرها جربت داك النيفو تهبط على داك النيفو غتعدف. الصراحه ما قنعتينيش، ولكن حيت نظرا كتقولي نقدر نبدا مع واحد من الزيرو، راه واخا يكون كما كان الاحوال ديالو خاصني نبغيه ونبدا معاه. لا ما متفقش معاك، اي البغو حاجه وتبدا معاك حاجه، ولكن عاوتاني باش تعيش الحاضر حاجه اخرى. دري راه الحب ماشي بوحدو اللي كاين في الدنيا، راه ماشي الحب بوحدو اللي كاين، راه كاينين بزاف الحوايج كيجيو مع الحب. دونك كتشوفوا الحب هي غير واحد الحاجه من بزاف ديال الحوايج اللي خصك تلقاها في ديك الشريك ديال الحياه ديالك. راه خصو يكون كيفهمك، خصو يكون واحد كيبغيك كيحماق عليك، وحده كتسطع عليك وتوكسيك، توكسيك راه ضروري كتضحي بشي حوايج من اجل شي حوايج اخرين،
خصك بزاف الحوايج يكونوا واجدين اللي كيفرشوا لك ديك الزربيه ديال الحياه الزوجيه ولا ديال الصاحب ولا ديال شحال من حاجه. عندها الحق في هذه القضيه والتفكير ديال بعض الناس اون بارونتيز. ولكن هنا كتقدري تقولي ان العلاقه الطويله هي اللي كتحكم. اقدر وهي ما بقاتش في طول بالوقت ولا بالسنين ولا بشي حاجه بحال هكا، بقاتش في طول ديال يعني واش مقربين من بعضياتهم ولا لا. اكزاكتو، حيت كاين بعض الناس بين قوسين، كاينين بعض البنات كيجيو راجل عنده الفلوس ما واخا يضرب معاه غير سيمانه ديال التعارف كتجوج به، وكاين اللي كيكون مثلا 10 سنين وهو شي وحده ولكن راه ما كما كيكتب وما كيتجوزوش. تقدر هادو قلتي اونط، تقدر تهبط التستوستيرون اللي في حلقه كتخليها فسيقي تعصبات تعصبات حيت فهمتي كيجيو غير صحاب الستينات عمرو جا شي واحد بشي ايرسيس ولا ايروان ولا بشي كاوازاكي بارونتيز. يعني كاين شي بنات مي ماشي كلشي، انا بعدا ماشي منهم الحمد لله. دابا انت الا جا عندك شي واحد عنده الفلوس وسيمانه تقدري تجوجي به؟ لا اسمح لي ما نبنيش انا مستقبلي. راه واخا تكون واخا تكون هي في سيمانه تتزوج بشي واحد عنده الفلوس، راه ما غتقولهاش ليك وانت محشومه تقولها لها. راه واخا تكون لو الفلوس يقدروا يساليو غدا ولا بعدو هي، وكتعلقي شويه النظر ديالك بواحد زوين ولا ما زوينش. لا دابا بديتي في الكذوب عاوتاني. انت هادي ما كنحكمش فيها، كنحكم في التصرفات والتعامل، وخصو يكون ماشي زوين، خصو يكون دقيق. يعني فكي ندير نشرح لك، يكون فهمتي مستيكي على 96 ديالو فهمتيني، الكوبرا ديالو ما حياه مزيان فهمتيني، يعني كيلبس مقاد يعني فهمتي، ولد الناس راه ولد الناس. فهمتيني الصراحه ما عرفتش شنو نقول لك، ولكن انا سواء الانسان كان عنده الفلوس سواء ما كانش، سواء كانت الفتره بعيده في التعارف ولا قريبه، كنحكم على الانسان في عقله شنو عنده في عقله. هذه خلاصه الهضره اللي قلت انا. لا ماشي هادشي اللي قلتي انت. قولي شنو قلت انا، شنو فهمتي انت؟ انت قلتي التصرفات. تكتبون الكذوب ديالكم الدراري، كومان اصاحبي كومان، ما نكذبوش على راسنا الدراري، ما نكذبوش على راسنا. المظهر ولا سميه الزين ولا سميه المظهر ولا سميه اللي بغيتي تسميه، هي واحد الحاجه اللي بنادم كيديها فيها وبزاف. وحنا راه ماشي عميين، ماشي عميين حنايا اللي حياتنا ما كنديوهاش في المظاهر. راه اول حاجه الا قلتيها لصاحبك، قلتي له راه نتصاحبش مع واحد البنت، غنقول لك راه نشوفها. انت كبنت غتقولي لوحده راه واحد كيهضر معايا، غتقول لك وريني تصويرته. غتمشي عند امك غتقول لها راه كنعرف واحد، غتقول لك وريني تصويرته. خالتك غتقول لك وريني تصويرته. لا الصراحه انت حسن منه ما جاش معك، شحال فيه في الطول، خدام شحال كيشد، واش فهمتي ولا ما فهمتيش؟ هادو حوايج ماشي عيب اننا نعترفوا بهم، ماشي عيب انك تعترف ايه انا بنت بغيت دري زوين، بغيت دري طويل، بغيت دري كيشد مزيان، وتنتا كدري ايه بغيت بنت زوينه، بغيت بنت صغيره، بغيت بنت عندها، عندك واحد البريفرنس، عندك واحد ستاندرز، اي ماشي مشكل، ماشي عيب انك تعترف بهم. عادي، العيب هو انك تبين باللي داكشي ماشي مهم وتقول لبنادم على انك شي ماشي مهم، ولكن نتايا في الداخل ديالك داكشي مهم عندك بزاف. هذا هو العيب، العيب هو هذه ملي كتكذب كتقول لك لا انا ماشي مشكل عندي في المظهر، ماشي مشكل عندي في الزين، ماشي مشكل عندي في الفلوس، المهم المشكل هو العقل. فاك يو اصاحبي، واش حنا كاين شي واحد كيتزوج ولا كيتصاحب بالعقليه؟ واش حنا كنتعارفوا في المنتديات دارداشه.com كتهضر مع وحده عام وانت ما عارفاش كيفاش دايره؟ دابا راه زمان تيندر وزمان كذا وزمان التصاور وزمان الانستغرام وزمان بنادم كيتلاقى وبنادم كيفوح وبنادم هادي تشد ليها تيندر ديالها تلقاها كتسويبي رايت جوج وكتسويبي ليفت 102. هذوك 102 علاش ما حكمتيش على عقليتهم؟ بالعكس هذوك مالي تقدر تكون عقليتهم احسن. واش دابا الصرص؟ لا صافي بلا ما نجبد الصرص، ما ندخلش في علاقه مع اي واحد باش نشوف واش نتعلم ديك التجربه ولا لا. وي دابا انا الفكره اللي بغيت نقول لك هي سولتيني، الفكره اللي بغيت نقول لك هي سولتيني، الا جا كل واحد نعطيه نفس الشعور ديالي فانا انسان فاشل. حنايا المغاربه فاش كنجلسوا في واحد المجمع ولا مع شي انسان اللي كتحشم منه ولا باقي ما مداصرش عليه ولا باغي تبين ليه ولا قدام الكاميرا، كنوليو نخالطوا الدارجه مع الفصحى. فاش كنبداو نخالطوا الدارجه مع الفصحى كيبداو يخرجوا لنا بحال هاد الكلمات بحال هاد الجمل اللي ما كتفهم فيهم حتى خصيه. اسمع 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 دابا كون هضره غير بالدارجه، كون غير قالها بالدارجه كنت فهمناها كاملين، هضر بالنيفو اللي كتهضر به بالجارغون اللي كدوي به. فاش كتبدا دوي قدام الكاميرا بديك الدارجه ديال المغاربه، عرفتوا هذيك الدارجه المغاربه هي واحد الدارجه المغاربه كيهضروا بواحد اللغه في شكل في البرلمان، اللعابه ديال الكره باش كيكون عندهم شي كونفرنس، فهمتي؟ كنهضروا بواحد الدارجه داخله فيها الفصحى وما كتفهم فيها والو. تفرج شنو قال. اسمع بالنسبه لبعض الناس الا جا كل واحد نعطيه نفس الشعور ديالي فانا انسان فاشل.
يلا فهمها انت، احنا عاودنا جوج مرات. راه ماشي اي واحد كيجي كنعطيوه الشعور الحقيقي ديال واحد الانسان واش كنبغيو ولا ما كنبغيوش. لا هذا كيتسمى نفاق. اكزيد متفقه معايا؟ لا هو كيتسمى نفاق. اييه لهذا انت كديرو لهذا. واش حنا المغاربه كنقولوا ليه هذا؟ اخي الفيور اللي كتفرج فيا، وقتاش اخر مره قلتي لي هذا؟ وقيس على ذلك. كنقص؟ لا ما كديروش، انا باقي كنكمل لك، لان كنقصنا من العلاقات باش داك الشعور اللي مناسب واللي ديالي انا كنعطيه لاي واحد مثلا غيجي وانا كنعرفو انه يصلح لي. صافا اش حبيت تفكير، ولكن يقدر يكون داك الانسان ما يصلحش لك، يعني هربتي تهربتي كطيح في نفس الموقف لك ربي مكتب لك شي حاجه. ولكن دابا انت قلتي عندك بزاف ديال الاكسبيريونس. وعلى هضره كيدوزوها بالفريز. من الناس اللي حدايا ماشي من الاكسبيريونس اللي دوزت انا، ماشي بالضروره نكون دوزتها انا. اوكي شفتي الموضوع؟ ريد فلاكس. ما فهموش. ما تفرجش في الفيديوهات ديالي. ما تفرجش في الفيديوهات ديالي. ايه يا الدراري كنت كنتفرج في الانترفيو اللي كنت كندير كون فهم. كيجيك هذا الموضوع؟ اقسم بالله حتى هي ما فهمتش فراسك، حتى هي ما فهمتش فراسك. ولكن شوف شوف دراري دراري باش نكونوا واقعيين، باش نكونوا واقعيين، الريد فلاج ما كايناش في الثقافه ديالنا. سكتوا الدراري حبسوا الضحك. ما كايناش في الثقافه ديالنا كلمه الريد فلاج، صعيب تفهمها فهمتي. حتى انا يلا فهمتها دابا واحد 5 سنين ولا عاد فهمتها. انا راه واقيلا كنت في الباك ما فهمتش شنو هي الريد فلاج. عادي الريد فلاج باش تفهمها خصك تكون شويه متشرب الثقافه الامريكيه وهذا، وكتفرج فيديوهات وكتفرج في افلام وهذا، وشويه ديال عاد تقدر تفهمها. صراحه حنا في المغرب داكشي علاش باش كنت كندير الانترفيوز في ديك البارتي وقلت لهم شنو هو الريد فلاغ، كنقول شنو هو الريد فلاغ ديالك، وكنزيد نشرح شنو هما الحاجات مثلا اللي كيخلي الدري يطيح من عينيك واخا يكون كيعجبك في الاول. شتي باش تصرحها بالدارجه خصها جمله صعيب يفهمها فهمتي. عادي مزيان ولكن لي فون دابور هضر عليه انت. معلم 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 دابا راه ماشي المشكل هو ما تفهمش شي حاجه، المشكل هو الطريقه كيفاش كتصرف. راه تقدر ما تفهمش ولكن تفهمها غير بالسياسه. ها هو ما فهمش شنو هو ريد فلاغ، عطاها الكره. دابا ناضي دابا ناضي ريسبكت. لا لا صراحه ما عنديش مع هادشي. حتى هي ما فاهماش، حتى هي ما فاهماش، وسبقات له هي السؤال هي الاولى حيت ما فاهمش. غنشوفوا دابا شكون اللي غادي، شكون اللي يطيح في الفخ الاول، شكون اللي غادي شكون اللي غادي. علاش علاش ولا زعما راه فاهمتي؟ ما كيعجبنيش نجود العيوب اللي فيا. او ماي جاد ناري سحب الريد فلاكس ديال العيوب اللي فيا. النقد الغير البناء ما عندنا ما نديرو به. عندك حتى هو يسحابو باللي راه العيوب اللي فيها راه بصح، ويسحابو باللي راه شرحات ليه، ويعاود يهضر على العيوب ديالو. غير هضر غير هضر. شي حاجه فيك، شي حاجه فيك توكسيك. انا جدي بزاف. كنتعصب على الحوايج اللي كيكونوا هما تكنيك ولا باينين اكثر من القياس. واحد الانسان كيتكلخ فيهم كنتعصب على هاد الحوايج. اها كنبغي الانسان يكون مهتم مهتم بيا، كما انا كنكون مثلا طيب في الحياه العمليه كنبغي. واش شي واحد اللور كيقول لهم كيهضر، ولا شي واحد في راسي كيهضر؟ واش الدراري باش كنهلوس مثلا طيب شي واحد اللور كيقول لهم لا راه الريك فلاغ ماشي هي هذيك، وكيف في الاخر قال له سي بون خليهم يهضروا خلي الزمر يهضر. في الحياه العمليه كنبغي كاين شي حوايج كيمشيو ليا، ولكن الصراحه نكون جدي في بزاف ديال الحوايج. ما كنشدش ديما الامور بالاستهتار، ما كنكونش مثلا بالمعنى اللي كنعرفو حنا مبارهاش. زيد زيد. لا انا العكس، ولكن اونتر بارونتاز كما قلت لك قبل ما سميتوش تبرهيس، سميتو كتعيش الحياه. شو ما تاخذش الحياه بجديه، حيت كما كنقولوا كما كيقولوا الناس القدام اتكبر قبل من عمرك. لا جينا نشوف انا نقول لك علاش، حيت ملي كتكون ضاحك وناشط. بالله عليك وقتاش اخر مره استعملتي كلمه استهتار؟ بالله عليك
وما عاد شنو وقع لك ونشاط وبنادم كيهضر معاك شي هضره معجباتك شو فماخش كدوزها وكتضحك كتكون مقبول شويه. فاش كتكون كتعصب على ابسط الحوايج كتجي ثقيل على القلب، فهمتيني؟ واش وصلنا حنا للهضره هذه في الديت؟ اش وصلنا للهضره؟ اش وصلنا لهذا العمق اللي ماشي عميق؟ اش وصلنا للتخربيق في اول ديت الدراري؟ اش وصلكم للتخربيق هذا في اول ديت؟ وإلا كنتي تلاقيتي مع شي بنت اول مره ولقيتي راسك تدوي على الاستهتار وتكبر قبل من عمرك والجديه والنفاق عرف راسك ما ديت ما تاخريا انا دابا خسرت الهضره وقلت لكم من الاخر حتى ديال الدارجه ديالنا ما عندي ما ندير. الصرصور حيد هادشي في المونتاج بلي بي ورا دبا. شوف الكونفرساسيون كيفاش مشات. شوف جمله ما كتشبه الجمله، جمله ما غادي مع جمله. اسمع اسمع نعاودش نضحك معاك صافي. اسمع اسمع تفرج تفرج من صح. من هاكي ورده بحال تقول شي كل شيء اور سوجي حاجه كندير لها مزيان على هاد النقطه نقدر ها واخا ما عنديش مال ورده عندك كيكون فيها الشوك وراه من اللي ما عندهاش مال ورده راه ماشي اونجا راه ما يمكنش ما عندكش مال ورده اونو حتى ما جاتش بهذا الشيء الا جيتي تشوف. شوف فين صيفطات هي الكو. شوف اين اين اونطين شدات اين. شوف 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 شنو غيجاوبها هو. وي جات بالرومانسيه راه هي ما قالت لك باش تقول. سمع 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 اونو حتى ما جاتش بهذا الشيء الا جيتي تشوف. وي جات بالرومانسيه على هاد الهضره هاك وردتك. شوف كيفاش جاوباتو هي وكيفاش يقول لها واش انا ماشي رومانسي. شوف دابا اللي عطاك ورده ماشي رومانسي. وات ذا فاك. شوف شنو غتجاوب هي عاوتاني. ماشي هكاك ما كتحرك فيا والو فهمتي يعني ماشي. الله اخلاقك الله على اخلاقك. شكرا شكرا والله لا ميمكنش. دابا انا عطيتك ورده اللي انا ما عنديش مع الورد وانت كيف مالو كيتعوج فاش البنت ما فيها. انت كتحكم على البنت من داكشي اللي كتبغي. هادشي عطاها غير ورده. شوف دابا بسبب عطاها ورده تقال هادشي كامل اللي كرينجاني انا وكرينجاكم نتوما وليت عاوتاني انا بحال كنتاقد نقد غير من غير من الرومانسيه ديالها. ناري عندك الزهر قالوا لي بقاي مأدبه. لا لا شوفي ما فيكش انوثه كاع اللي ما عندهاش. لا واحد النصيحه واحد النصيحه ننصحكم. عمرك عمرك دابا دابا كيهضروا على الريد فلاك. نهضر لكم على الريد فلاك ديال بصح. وعمرك تقيس البنت فهادشي ديال الانوثه. عمرك تقول للبنت ما فيكش الانوثه. تخيل دابا بنت جالسه معاك وانت تقول لها ما فيكش الانوثه كيفاش غتحس براسها؟ دابا هي غتحس براسها بحال شي علال القادوس بحال شي فهمتي. غتحس براسها كاع داكشي اللي هي اصلا بانيه في حياتها جديتي انت ردمتي بكلمه. كيفاش بغيتيها تبقى تعجبها من مور ما قلتي ليها انت ما فيكش الانوثه؟ بحال هي قالت لك ما فيكش الرجوله. تخيل دابا انت جالس مع بنت وتقول لك ما فيكش الرجوله وتقول لك ماشي راجل ولا شي حاجه ما جات فهمتي. غتكرهها غتعيفها فهمتي. غتقول لها ما بقى بيناتنا ما يتصلح فهمتي. داكشي صافي كاس ديال الجاج طاح تفرشخ ما كاين ما يتجمع فيه. شتي زوينه والانسان شويه صراحه ماشي كاع الانسان. ايوا دابا انت قلتي لي لا لا ماشي قلت لك الناس الخايبين. وعلاش تحطوا راسكم في هاد الكونفرساسيون؟ علاش تحطوا راسكم في هاد المواقف؟ وعلاش فهمتي؟ اما انت والناس زوينين. لا اوكي باتمان. اش قال؟ اش قال؟ اوكي باتمان اوكي اش زوينين. لا اوكي باتمان. وات ذا فاك. تخيلوا حطوا لكم 100 كلمه 100 راندوم ووردز فهمتي 100 كلمه عشوائي ويقول لكم اختاروا 99 كلمه اللي كتعتقدوا ان هذا السط هذا بهذه الكماره غيقولها في راسكم. اخر كلمه غتختاروا ديك ال100 هي باتمان. يحطوا لكم الوسط باتمان تقول ما غايقولهاش. كيفاش انسان كيفكر كيفاش انسان كيفاش خدام الكونيكسيون ما بين لسانه ودماغه وداكشي اللي عنده لداخل ما فهمتش صاحبي. باتمان يلا ما عجب. نسرعوا ياك نسرعوا بالرجول 1.75 كيبغيها بصح ما مشيتش ليا انا نقدر نتبلع على وديتك بيبي. دراري شطاري شطاري في العالم صافي الله يجعل البركه صافي نساو 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 الدراري نساو.